السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا في هذا الصباح، وصباحكم مبروك. كعادتي أود أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء، وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد إن شاء الله، لأننا نستمر في مواضيع ديالنا المتعلقة بالآفاق ديال الشعاب بعد الحصول على الإجازة بطبيعة الحال، إلا في حالة الاستثناءات. إذا من أهم الآفاق ديال شعبات القانون على الحصول على الإجازة، إذا الموضوع كيكون واضح، من أهم الآفاق ديال شعبات القانون على الحصول على الإجازة، إذا بطبيعة الحال بعد الحصول طالب شعبة القانون على شهادة إجازة أو شهادة تدق، كتفتح أمامه واحد المجموعة ديال المهن والمباريات اللي كتمكنه من الترشح لها قصد إما متابعة دراسته أو التفرغ إلى سوق الشغل. قلت إن بعد الحصول طالب شعبة القانون على شهادة إجازة أو شهادة الدرك، كتفتح أمامه مجموعة من المهن والمباريات التي تمكنه من الترشح قصد أو الترشح لها قصد إما متابعة الدراسة ديالو أو التفرغ إلى سوق الشغل. والآفاق المهنية لشعبة الدراسات القانونية، كتمكن الطالب الحاصل على الإجازة في القانون أن يكمل دراسته في سلك الماستر لمدة سنتين بعد الحصول على شهادة الماستر، وهذه كاين واحد رغم الإكراهات اللي كيعرفها الولوج إلى سلك الماستر خصوصا في القانون، ويمكن يكمل، وهذا اللي خد الماستر يمكن يكمل الدراسة ديالو بسلك الدكتوراه، وكيتخلى أستاذ جامعي. ويمكن لطالب القانون المترشح لمهنة أن يترشح لمهنة المحاماة، كما يمكنه أيضا الترشح لعدة مهن في سلك الشرطة. إذا قلنا في البداية ممكن أنه يترشح لمهنة المحاماة أو يترشح لمهن في سلك الشرطة. الشرطة منها مثلا حارس الأمن، مفتش الشرطة، إلا كمل الدراسة ديالو الفصل جوج واحد زائد واحد، أو أنه سلك الشرطة يمشي للعمداء ديال الشرطة اللي كيطلبوا الإجازة، وضابط الشرطة اللي كيطلب الدوك عامين من بعد البكالوريا. كما يمكنه الترشح لمباريات القياد أو الولوج لمهن التأمين ديال ليزاسورونس، أو مهن ديال الاستثمار لانفيستيسمون، أو مهن ديال التجارة الكوميرسيال، أو قطاع البنوك، أو مهن العدول، أو المهن المتعلقة بالمحافظة العقارية، أو مهن المفوضين القضائيين، أو مفتش المالية، أو خبراء القانونيين، أو متصرفون، أو المراقبين العقاريين، أو محافظ عقاري. إذن كما قلت، إذن حاصل على شهادة إجازة يمكن يترشح لمهنة المحاماة، ويمكن أيضا يترشح إلى مهن في سلك الشرطة، قلنا من حارس آن وفتش الشرطة بعد ما يكمل الدراسة ديالو في الفصل جوز زائد واحد في الفصل واحد، أو عمداء الشرطة خصو يكمل دراسته في الفصلين جوج عمداء الشرطة اللي كطلب إجازة، أو ضابط الشرطة اللي كطلب شهادة ديال الدرك. كما أنه يمكن أن يترشح الحاصل على الإجازة إلى مباريات القياد، أو الولوج إلى مهن التأمين ومهن الاستثمار، وأيضا مهن التجارة، وكذلك من قطاع البنوك ومهن ديال العدول، أو المهنة المتعلقة بالمحافظة العقارية كما قلنا، مهن ديال المفوضين القضائيين، أو
قدر يرجع أو يترشح المباريات ديال مفتشي المالية وخبراء القانونيين والمتصرفون ومراقبين العقاريين والمحافظ العقاري. وكما يمكن أيضا للحاصل على شهادة إجازة في القانون الترشح لمباراة التعليم الخاصة بسلك الابتدائي والترشح لمباراة المحررين القضائيين كتطلب شهادة ديال الدوك يعني قبل ما يوصل إجازة. كذلك الترشح لمباراة التوظيف بوزارة الخارجية مستشار قانوني منتدب قضائي مهنة التوثيق التوظيف بوزارة المالية ترجمان مقبول لدى المحاكم مهنة نساخ داخل المحاكم مفتش بالإدارة الترابية مفتش شغل ملازم بالوقاية المدنية وهذه كتخص غير الذكور فقط وكيل أعمال عامل على إحدى المدن. كذلك الترشح ديال مهنة ديال الإدارة والمهن الدبلوماسية كالسفراء وموظفي القنصليات. إذا نكون بهذا وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء بما فيهم المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد وصباحكم مبروك وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.